بمناسبة شهر رمضان المبارك، تنظم القناة الثانية بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مباراة في تجويد القرآن الكريم في دورتها 13 عبر أرجاء المملكة. أبواب المشاركة مفتوحة لفئتي الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 سنوات و20 سنة. طنجة، بالمجلس العلمي المحلي بطنجة، شارع بلجيكا قرب مسجد محمد الخامس. الرشيدية، بالمجلس العلمي المحلي بالرشيدية، طريق مكناس،